السلام عليكم. احنا هون موجودين بالخبور زي ما انتم شايفين. هذه مش بس ابر سيدي او ابر سيدي فلان وعلان، هذه ابور الفلسطينيه كلها. هذه المعاناه. يعني انا حبيت ادخل قبل شويه، اللي بقول لي ممنوع، قلت له كيف ممنوع؟ انا بدي اخش اقرا الفاتحه ابر سيدي. اللي بقول لي سيدك مش هون مدفون. طب هو سيده مدفون هون؟ يعني سواء سيدي او سيده مدفون هون، هذه الارض لازم يعني العظام لعبوا فيها. شو لا ضل بضلش إشي يعني، إذا العظام لعبوا فيها ومنضلنا ساكتين راح يصير فينا أكتر من هيك. يعني وين السلطة؟ وين تبعون الأوقاف؟ وينهم كلهم؟ فيش حدا ببين يعني، فيش إلا هالشباب الصغار اللي بيجوا، وإحنا الختيارية يعني. إحنا شو بدنا نقدر؟ ما نقدر عليهم إلا رب العالمين هدولي. يعني شوي بقول لي بدكش تطلع، بطلعك بالقوة. فأنا ما بديش طلعني بالقوة، أعطيه شانس إنه يطلع يطلعني بالقوة.